أكد رئيس السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمكن تجاوزها بالجهد والعمل من أجل الوطن. وأضاف رئيس السيسي أنه في ظل هذه الظروف ما زالت قوى الشر تدمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية وتبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب. وتعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب. نموذجا على ما نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من اجل وطننا الغالي وفي ظل هذه الاحداث وتلك الظروف ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهيه فراحت تبث سمومها فراحت تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الاكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف افقاد المواطن الثقه واغتيال معنوياته ولكنني على يقين ان الانسان المصري صانع الحضاره اكبر واقوى من تلك المساعي المضلله الكاذبه وان لديه قدره فطريه ان يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء وما بين الاخلاص وحب الوطن والشعب والخبث وكراهيه هذا الوطن وشعبه